بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الجمعة الموافق 20/11/1449 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 4 سبتمبر/2048 من ميلاد النبي عيسى عليه السلام. هذه الحلقة 125 من سلسلة حلقات بعنوان برنامج عامان الأديان. عنوان الحلقة اليوم هو الاختيار الصعب. هناك خياران سنطرحهم و يعني نبين انهم الخياران الوحيدان للتعامل معهم. الخياران متمثلان في شخصين: شخص يؤمن بالله وبرسله ويؤمن بالإسلام ويصلي ويصوم ويحج ويقوم بالعبادات الشعائرية، لكنه يكذب ويغش ويخدع ويسيء للجوار ويأكل مال حرام ويعتدي على الناس ويسيء الجوار ويقتل الناس ويسجنهم ويرتكب الموبقات ولا يتورع عن ارتكاب أي منكر، وهو سيء الخلق لا تأمنه، يغش ويخدع، تعامله سيء جدا. هو لا يسدي أي معروف للناس، وهو يأذي الناس بأي طريقة يستطيعها، قاطع طريق وظالم وكذاب وخائن إلى آخره. وبالمقابل رجل هنا لا يؤمن بوجود الله، ولا يؤمن بالله ولا بكتبه ولا برسله، ولا يصلي ولا يصوم ولا يتعبد الله بأي عبادة من العبادات الشعائرية المعروفة، لكن بالمقابل أمين وصادق ويحسن الجوار ولا يغش ولا يكذب ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسيء للناس ويتفانى ويبذل ماله ونفسه في سبيل إسعاد الآخرين وفي سبيل رفع الظلم على الآخرين وقتال الظلمة، وكما قلنا لا يكذب ولا يغش ولا يخدع وينصح ويقدم كل ما يستطيع للناس ولا يسب الناس ولا يغتاب، وتعامله من أحسن التعامل في التجارة وفي العمل وفي الطريق وفي كل شيء. فلديك أيها الأخ الكريم المستمع هذا النوعين من الناس، فأيهما تريد أن تتعامل معه؟ أيهما تريد أن يكون جارك؟ أيهما تريد أن تتعامل معه بالتجارة؟ أيهما تريد أن تستشيره؟ أيهما تريد أن تتعامل معه؟ هؤلاء هم أصناف الناس تقريبا. فلو عرض عليك هذا الصنفان من الناس فأيهما تختار؟ لو سألتوني أنا أختار الصنف الثاني،
أختار الذي لا يؤمن بالله ولا برسله ولا يصلي ولا يصوم لكن تعامله طيب، فدينه هو يخصه لكن التعامل الذي بيني وبينه هذا الذي مطلوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة، لم يقل الدين الصوم ولا الصيام ولا الصلاة. الدين الصوم صح مش. فهنا نأتي ونقول أيها أصحاب الأديان، ما فائدة هذه الأديان؟ ما فائدتها؟ إن كنت قسيسا أو كنت واعظا أو كنت شيخا ما يقال في الأديان السني أو إلى آخره، أو ما تسمونه أنتم رجل دين، فما فائدة هذا وأنتم تكذبون وتغشون وتخونون وتهادنون وتنافقون؟ يعني أكثركم أو بعضكم أشم من عمم، فما فائدته إذا كنت تفعلون هذا؟ فما فائدة هذه الأديان؟ لأن الهدف من الأديان أن تهذب الأخلاق حتى يتوصل الإنسان يرقى إلى أن يكون إنسان لا يكذب ولا يغش ولا ينافق ولا 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 إلا إذا مجبور شيء آخر. ما نراه الآن في حياتنا العملية بأن هذه الأديان الموجودة على الساحة كالدين السني والدين الشيعي والصوفي والنصراني وغيرها فشلت فشلا ذريعا أن تعدل أصحابها أو أن تقيم سلوكهم. فمن هنا الملحدون نجدهم أكثر صدقا وأكثر تعاملا وأكثر مصداقية، فأنا أفضل أتعامل معهم لأنهم واضحين. طبعا أنا أتكلم في عموم الناس. إذن عندنا الخيارين، أما إنسان الموجود لدينا الآن ليس الخيار الذي طرحته عليكم. أصحاب أديان في عمومها أكثرهم لم يتعدلوا من هذه الأديان، وعندنا الجانب الآخر الملحدين لا يؤمنون بدين كانوا أقرب للحق. لكن يبقى هناك الخيار الأحسن، الخيار الأصلح، ألا وهو الإسلام. فمن اعتنق الإسلام فإن الإسلام كفيل بأن يعدل سلوكه ويهذب سلوكه ويجعله أكثر صدقا من الآخرين وأمانة وعدم نفاق وعدم غش إلى آخره. والقرآن الكريم يعني لعن الكاذب والظالم إلى آخره، وأوصانا بأن نكون مع الصادقين. إذن يجب علينا أن نراجع أنفسنا ونرى هل عدلت هذه الأديان سلوكنا؟ هل أفادتنا الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ هل أفادتنا؟ في عمومنا أقول لا، لأني أعيش بين أنا في بلد سني بالأخير، أجد أحبابنا من أصحاب الدين السني في عمومهم لا أعمم أكثر كذبا وخداعا وغشا واستهتارا إلى آخره. فهذا الدين السني فشل فشل ذريع يعني يعدل أصحابه، وأنا أدعوهم يأخذون خطوة شجاعة إلى الأمام ويعتنقون الإسلام. على كل حال هذا ليس موضوعنا، الموضوع الخيار. قبل ما أنهي الحلقة أؤكد على أن هذا خيار صعب، فعلى المشاهد الكريم أن توافي الشجاعة ويكون أمين مع نفسه وسيكون ويختار الخيار الذي يعني يناسبه. فإن كان يناسبه الكذب والغش والخيانة وإلى آخره واختار الأول فهو بالتالي خائن وخادع إلى آخره، وإن كان صادقا فإنه سيختار هذا الملحد الصادق الذي لا يؤمن بالله وتعامله لا يغش ولا يكذب ولا يخدع ولا يقتل ولا يزني ولا 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 يغش ولا يأذي الناس ويبذل الناس كل ما في وسعه. فيبقى الاختيار لك أيها المشاهد الكريم، ونقول السلام عليكم في الأخير ورحمة الله تعالى وبركاته.